أقيم اليوم بالمعهد العالي للقضاء بنزوة الاحتفال بيوم المرأة العمانية، وذلك تحت رعاية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. اختتمت مسابقة الأولمبياد الوطنية الخامسة للروبوت بمشاركة 240 طالبا وطالبة، حيث تأهلت الفرق الأربعة الفائزة لتمثيل السلطنة في الأولمبياد العالمي للروبوت في السادس من شهر نوفمبر المقبل. انطلقت بكلية العلوم التطبيقية بعبر اليوم فعاليات المخيم الكشفي 58 على الهواء لهواة الاتصالات اللاسلكية، والمخيم الكشفي 19 على شبكة الإنترنت، والذي تنظمه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بهدف تدعيم أواصر الأخوة والصداقة بين الكشافين المشاركين عربيا وعالميا. استشهد شابان فلسطينيان اليوم وسط الخليل جنوب الضفة الغربية والقدس المحتلة بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن بالسكين لمستوطن وجندي من حرس الحدود الإسرائيلي.